السلام عليكم حبيباتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. كيما راكم تشوفوا اليوم رايحين نخيطوا لاوس تاع بلاصه. واش نحتاجو 1.20 متر نتاع الكتان. هنا هذه الكتان تاع لي دغا كل وحده كيفاش تبغي، كاين اللي تبغي معمر وكاين اللي تبغي سامبل. انا درت هذا كيما راكم تشوفوا، تطويوها على 4 مع الجهة هذيك المحلولة نحسبو 25 سنتيم، 25 من الجهة هذه والجهة الفوقانية. عاودي رسمي هذاك المربع وقطعيه. وهنا بعد ما قطعنا الكتان تاعنا كيما راكم تشوفوا هذاك المربع، نلصقوا هذوك زوج القنوطه مع بعض ونخيطوا. خيطي عادي عاود ثاني، اللي ما عندهاش السيوجي تدخل غير كفه تما باش هذاك الكتان يقعد شي يتسرب. ونكملوا نخيطوا القنوطه تاعنا ونكسو ثاني لي دغا لاوس هذا من كاع الجوايه وبلاصو لاستيك. دوك تشوفوا الطريقه كامله. الشكل النهائي تاع لاوس تاعنا كيما راكم تشوفوا، لاستيك انا ما دخلتهش لداخل، تنجمي تدخليه لداخل
وكاين اللي تبغي دير لاستيك كومبلي على لاوس، انا درتها غير في القنوطه، كل وحده وكيفاه. ان شاء الله كانت الطريقه واضحه ومفهومه. تنسونيش خواتاتي بالجيم والكومونتير، واللي ما راهيش عامله اشتراك تعمل اشتراك. وفي الاخير نقول لكم مع السلامه، الى الملتقى ان شاء الله. باي باي.